الرئيس السيسي يستعرض المستجدات الإنشائية لمصنع منتجات الألبان ببرج العرب ويوجه بالتدقيق في توفير كافة مكونات المصنع. مجلس أمناء الحوار الوطني يثمن قرارات الرئيس السيسي بالعفو عن بعض المحكوم عليهم، والقضايا والمحاور الاجتماعية تهيمن على فعاليات الجلسة الثالثة. تواصل الاحتجاجات في المنطقة الخضراء ببغداد، والرئيس العراقي يؤكد الحاجة لعقد حوار صادق وحريص على مصلحة الوطن. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في تعزيز جهود إنشاء مراكز تجميع الألبان المتطورة على مستوى الجمهورية، مع تدعيمها بوسائل الاختبارات المعملية والتخزين والخدمات البطارية اللازمة، وذلك بهدف تقليل الاعتماد على استيراد الألبان وتحقيق قيمة مضافة لصغار المربين. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع لواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وعدد من المسؤولين، حيث تناول الاجتماع متابعة عدد من مشروعات جهاز الخدمة الوطنية على مستوى الجمهورية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، واللواء محمد صلاح رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، والسيد بشير فريد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا الأردنية لإنتاج اللحوم، ورجل الأعمال محمد حلاوة المتخصص في الصناعات الغذائية ومنتجات الألبان. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة عدد من مشروعات جهاز الخدمة الوطنية على مستوى الجمهورية، وقد تم في هذا الإطار استعراض المستجدات الإنشائية لمصنع منتجات الألبان ببرج العرب، خاصة ما يتعلق بالمعدات وخطوط الإنتاج، والتي تتم بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرة الأجنبية العريقة في هذا المجال، حيث سيقام المصنع على مسطح 40,000 متر مربع، وستبلغ طاقته الإنتاجية 12,000 طن من الأجبان سنويا. وقد وجه السيد الرئيس بالتدقيق في توفير كافة مكونات المصنع من العمالة الفنية المتخصصة والخامات ومستلزمات الإنتاج ومواد التعبئة والتغليف لضمان أعلى مستوى من جودة الإنتاج للأجبان، خاصة تلك التي يتم استيرادها حاليا من الخارج لتوفيرها بالسوق المحلية، وذلك بهدف سد الفجوة الاستيرادية، كذلك فتح آفاق لفرص تصديرية مستقبلية. كما وجه السيد الرئيس بالاستمرار في تعزيز جهود إنشاء مراكز تجميع الألبان المتطورة على مستوى الجمهورية، مع تدعيمها بوسائل الاختبارات المعملية والتخزين والخدمات البيطرية اللازمة، وذلك بهدف تقليل الاعتماد على استيراد الألبان وتحقيق قيمة مضافة لصغار المربين. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضا عرض الموقف التنفيذي للشراكة بين مصر والأردن لتنمية الثروة الحيوانية وإنتاج الأعلاف، وذلك بهدف تغطية احتياجات السوق المحلية. وقد وجه السيد الرئيس في هذا السياق بترسيخ الشراكة مع الجانب الأردني في هذا القطاع بهدف توفير سلالات ذات إنتاجية عالية من اللحوم للسوق المصرية، والحفاظ على مخزون استراتيجي من الرؤوس الحية داخل مصر، إلى جانب تخفيض الاعتماد على الاستيراد. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور عبد الرشيد غانم منسق مكون الألبان بوزارة الزراعة. دكتور عبد الرشيد، الرئيس السيسي وجه بالاستمرار في تعزيز جهود إنشاء مراكز تجميع الألبان المتطورة وأيضا تدعيمها بوسائل الاختبارات المعملية والتخزين والخدمات البيطرية اللازمة، هل لك أن تبرز لنا جهود الدولة في هذا الشأن؟ السلام عليكم. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. طبعا فخامة الرئيس أعطى تعليمات لوزارة الزراعة منذ العام 2020، ووزارة الزراعة مستمرة في جهودها نحو تحقيق الهدف وتحقيق التكلفة. عودة إلى الاجتماع فخامة الرئيس اليوم،
فخامة الرئيس وجه بالاستمرار في تعزيز جهود إنشاء مراكز تجميع الألبان. إحنا لحد الآن طورنا 225 مركز تجميع ألبان، إضافة إلى إنشاء 46 مركز تجميع ألبان بقرى ومحافظات حياة كريمة. القصد من تطوير مراكز تجميع الألبان هو إن إحنا إتاحة إنتاج كوب لبن آمن للمواطن المصري، ومن ثم دخوله برضو دخول هذا المنتج في مراحل التصدير عند توفر الجودة العالمية. التوجيهات طبعا زي حضرتك ما ذكرت في الخبر، إن إحنا بنوفر وسائل الاختبارات المعملية. وسائل الاختبارات المعملية القصد منها حاجتين، القصد منها رقم واحد هي في المقام الأول الحفاظ على صحة المواطن وحمايته من الأمراض التي تنتقل من خلال اللبن إلى الإنسان. ده بيتم إزاي؟ بيتم حضرتك من خلال توفير خدمات إن إحنا نفحص الحيوان المنتج للبن لضمان خلوه من الأمراض المشتركة. زائد إن إحنا بنوفر إيه تاني؟ بنوفر أعمال وقائية للحيوان تقيه من إصابته بالأمراض اللي تؤثر على إنتاجيته من الألبان. إضافة إلى أيضا إلى إن إحنا بنكشف مبكر عن الأمراض لمنع حدوثها، وبذلك إن إحنا بنقلل إيه؟ بنقلل التكاليف وبنعمل قيمة مضافة. مع إن إحنا بنوفر التلقيح الاصطناعي للحيوانات المنتجة للألبان، وهذه الحيوانات طبعا بتورد لمراكز تجميع الألبان. نعم. بنوفر عمليات التلقيح الاصطناعي بشأن تحسين السلالات الناتجة من هذه الايه من هذه المواليد، علشان برضو نزود الانتاجية. لكن برضو عشان عودة تاني للخبر والتركيز عليه، احنا عندنا في مصر الثروة الحيوانية بتاعتنا كلها 3.8 من 10 مليون، منهم 1.1 من 10 مليون ذكور و2.7 من 10 مليون إناث اللي هي أبقار وجاموس. نعم. الإناث هي منتجة للبن 2.7 من 10. من ال2.7 من 10 دول عندي فقط 5% حيوانات عالية الإنتاجية. وعلى ذلك كان توجيه فخامة الرئيس إن إحنا نضغط بقوة خلال هذه الأيام والأيام المقبلة بشأن تحسين السلالات وإتاحة سلالات عالية الإنتاجية للمربين سواء الصغار أو متوسطي التربية، على أساس إن إحنا نعمل قيمة مضافة ونزود عملية في الإنتاج بتاع الألباب. نعم. لأن إحنا عندنا اللي هو السلالة المحلية ضعيفة الإنتاجية، لن يتأتى ذلك إلا من خلال استيراد سلالات عالية الإنتاجية متناسبة مع الظروف المناخية والظروف اللي هي لدى المربي الصغير والمربي المتوسط. نعم. وأيضا وسائل الاختبارات المعملية التي ذكرتها. وسائل الاختبارات المعملية إحنا بنوفر في كل مركز تجميع ألبان معمل صغير يتيح فحوص الألبان بما يضمن خلوه من الأمراض التي تنتقل لإيه؟ للإنسان المستهلك لللبن. ومن ثم إن هو عند قبول واستيفاء اللبن المورد للمركز للاشتراطات بيقبل، إذا كان غير مستوفي لهذه الاشتراطات يتم رفض إيه؟ يتم رفض اللبن. نعم. ده بيتم طبعا بدءا من الحظيرة اللي فيها الحيوان بنفحص هناك، زائد مركز التجميع الألبان نفس الكلام. أيضا الرئيس استعرض خلال الاجتماع الشراكة الجارية مع الأردن لتنمية الثروة الحيوانية، كيف ترى التوسع في مثل تلك الشراكات على الاقتصاد القومي؟ هو طبعا المطلوب ان احنا لما تكثر الشراكات بناخد مزايا متعددة من أي ميزة نسبية متوفرة عند الطرف الآخر. طبعا الإخوة الأردنيين عندهم ميزة في عملية سلالات المنتجة للحوم، هم بيعرفوا يستوردوها وبيجيبوها هنا، فده بالنسبة لنا هيضيف ميزة نسبية في عملية السلالة المنتجة للحوم.
هذه الشراكات طبعا بتوفر لنا ميزة نسبية إضافة إلى ما تقوم به الدولة لتنمية ثروتها الحيوانية برضو في إنتاج اللحوم، علشان يبقى عندنا برضو سلالات مميزة برضو في إنتاج اللحوم. لكن كل هذه الشراكات مطلوبة، مطلوبة من الأردن ومطلوبة من القطاع الخاص عندنا ومطلوبة من كافة الأطراف اللي ترغب في مد يد الشراكة لمصر. هل ممكن أن تحقق مثل هذه الشراكات أيضا قيمة مضافة لصغار المربيين أم ستعتمد فقط على المراكز الكبرى؟ لا يا فندم، هي بتاخد كل السلسلة، لأن الموضوع مفتوح وفخامة الريس مدي دعم شديد جدا لصغار المربين ومتوسط المربين من خلال مزايا نسبية تم منحها لصغار المربين، أنه هو بيتح لهم الإقراض الميسر اللي هي مبادرة البنك المركزي 5% متناقص، وده طبعا ما كانش متوفر قبل كده. وفي ظل الظروف العالمية وما تشهده من تضخم وما تشهده من أزمات اقتصادية، لازال فخامة الرئيس مصر على استمرار هذه المزايا ومنحها لصغار المربين. فالتنمية، أنا عندي صغار المربين ومتوسط المربين بيشكلوا 90% من القوة بتاعت الثروة الحيوانية، القوة بتاعت حائزي الثروة الحيوانية، فدول يعتبر عصب أساسي عندنا في تنمية الثروة الحيوانية، صغار المربين ومتوسط المربين. طب يا فندم، المدة الزمنية التي ستأخذها مثل هذه المراكز المتطورة إلى أن نحصل على ناتجها ويعم الجمهورية؟ والله احنا ماشيين، احنا عندنا خطه، وكل سنه بيبقى عندنا خطه تنفيذيه لهذا العام. لكن احنا عملنا 225، طورنا لحد الان 225 مركز، وعندي 46 مركز في حياه كريمه، ومراكز حياه كريمه منشاه ومعده على احدث تقنيات عالميه، وطبعا ده هيدي نقله نوعيه. انا حد حضرتك مثال، انا عندنا من نتائج التطوير مراكز تجميع الالبان، انا يعني مثلا على مثال، كان عندي مركز قبل التطوير كان بيجي له 5 يومي فقط، 5 طن البان يومي، كان عدد العمال اللي هم بيشتغلوا فيه 5 افراد، 5 افراد فقط. بعد التطوير بدأ يستقبل 50 ل60 طن ألبان يومية، وبدأ عدد العمالة اللي بتشتغل عنده 30. ده الـ30 ده اللي هو العمالة المباشرة، العمالة الغير مباشرة ما يزيد عن 1000 عامل غير مباشر. طب دخل هو في التصنيع نتيجة التطوير وحصل على شهادة الأيزو وشهادة الهصب، حاليا بينتج في العام 800 طن جبنه رومي و800 طن جبنه بيضة، ده كل ده نتيجه التطوير. احنا ماشيين بصراحه بخطى جاده بدعم من الدوله وبدعم فخامه الرئيس، وكل ده هينعكس بالايجاب، لكن بالتوازي، علشان برضو نكون محقين ومنصفين في هذا الموضوع، بالتوازي مع توفر سلالات عاليه الإنتاجية، لأن ده مصادر مراكز تجميع الألبان الوقود بتاعها هي الألبان المنتجة من سلالات عالية الإنتاجية. طيب، وإحنا ماشيين فيه بجدية. ده هيخلينا أيضا نتساءل عن هل هناك صناعات تكميلية مع هذه المراكز أو ناتجة عن هذه المراكز، وفرص التصدير أيضا؟ طبعا هو المركز يعتبر هو الحلقة اللي في المنتصف بين الإنتاج ونهاية المنتج. بداية الإنتاج عندي من المربي اللي هي الحيوان المنتج للبن، وبعدين اللبن ده بيروح لمركز المطور، بعد كده المركز المطور بيودي للمصنع. دي السلسلة، ولا يقبل اللي هي احنا حسب النظام يعني المتبع، المراكز المطورة بتودي الألبان بتاعتها لمصانع مطورة، وطالما هو حصل على شهادة الجودة أو شهادة الأيزو وودى للمصنع، المصنع برضه بيصنع وبيزيد فرص التصدير بتاعته، لأن المصنع لازم يكون حاصل على شهادة الجودة. نعم، دكتور عبد الرشيد غانم، منسق مكون الألبان بوزارة الزراعة، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.
تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة. اختتم مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعه الثالث بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمناقشة عدد من القضايا والمحاور الاجتماعية الرئيسية. وتمن المجلس قرارات الرئيس السيسي بالعفو عن بعض المحكوم عليهم متطلعا للمزيد. وحدد مجلس الأمناء الأربعاء المقبل موعدا لعقد الاجتماع الرابع بهدف استكمال قضايا المحور الاقتصادي. القضايا والمحاور الاجتماعية الرئيسة كانت سمة الجلسة الثالثة للحوار الوطني بالأكاديمية الوطنية للتدريب، حوار يهدف لخلق مساحات مشتركة تحتوي جميع الأفكار والآراء باختلافها واتفاقها. الجلسة ابتدت بمراجعة المحور السياسي، ثم انتقلنا لمناقشة القضايا الرئيسية وبعض القضايا الفرعية في المحور الاجتماعي. وابتدينا في الإطار العام للمحور الاقتصادي، لكن ما كانش في وقت الحقيقة لأن المحور الاجتماعي أخذ مناقشات كثيرة جدا. اتفق في المحور الاجتماعي على التركيز سوف يكون على 5 قضايا أساسية: القضية الأولى التعليم، القضية الثانية الصحة، القضية الثالثة الزيادة السكانية أو القضايا السكانية بشكل عام، القضية الرابعة الأسرة والمجتمع، والقضية الخامسة هي الثقافة والهوية الوطنية. الجلسة كانت مخصصة بالكامل، يعني بدأنا بالمراجعة سريعة للي تم في المرحلة الماضية أو في الجلسة السابقة، ثم بدأنا نستعرض يعني الأمور الخاصة بالمحور الاجتماعي، وتمت فيه مناقشات واسعة جداً. كان في لجنة مشكلة من 4 من أعضاء مجلس الأمناء أعدوا تصور، حصل نقاش سري حوالين هذا التصور، وإن شاء الله انتهينا إلى عدد من الموضوعات الرئيسية هتبقى في المحور الاجتماعي. وبجانب قضايا الصحة والتعليم، تناول الاجتماع أيضا تعديل المادة 18 المنظمة للائحة مجلس أمناء الحوار الوطني، بالإضافة لعرض نقاط أساسية للملف الاقتصادي على أن يكتمل خلال جلسات أخرى نظرا لأهميته واتصاله المباشر بالشارع المصري. ما تم هو تجميع أو دمج القضايا المتشابهة أو التي سوف يتم يعني مناقشتها بشكل متكامل، وبالإضافة إلى أنه كان في حرص من المجلس هو عدم تفتيت القضايا، بمعنى أنه لا يكون هناك عدد كبير من اللجان، لأنه هذا قد يأتي على حساب الوقت الحوار أو المدى الزمني الممكن لإنجاز هذا الحوار. النهارده في الحقيقة في جلسة اليوم كان هناك يعني عصف فكري شامل وكبير جدا يتعلق بالمحور الاجتماعي، والمحور الاجتماعي كان تحتي عنصر التعليم، ملف التعليم، ملف الصحة، أيضا ملف الأسرة والتماسك الاجتماعي، أيضا العديد من الموضوعات التي تمس المجتمع بشكل مباشر. القضايا السياسية هي أيضا نالت نصيبها من النقاشات، خصوصا بعد فتح الباب للآراء من داخل مصر وخارجها، وذلك لجميع التيارات السياسية من مختلف فئات الشعب المصري، على أن يستكمل الحوار بشكل مباشر في 3 أغسطس القادم. كريم بيبرس، التلفزيون المصري. We'll be right back.
تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية في مواجهة الجريمة بكافة صورها، وعلى مدار أسبوع نجحت أجهزة وزارة الداخلية في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمني. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها، وعلى مدار أسبوع نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمني. ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 27 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 2925 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 19 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 358961 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 10078 قضية سلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت قرابة 971 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة. كما تم ضبط 5 قضايا في مجالات التهريب خارج منظومة القمح وخلط القمح المحلي بالمستورد والتخزين الخارجي للأقماح المحلية بمضبوطات بلغت أكثر من 32 طن أقماح، وكذلك ضبط 4252 مخالفة للمخابز بمضبوطات بلغت قرابة 24 طن. كما تم ضبط 5 قضايا في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت أكثر من 5 طن سلع غذائية متنوعة، وتم ضبط 2524 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت قرابة 261 طن. كما تم ضبط 111 قضية استيلاء على الدعم بمضبوطات بلغت أكثر من 107 طن سلع مدعمة متنوعة. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 767362 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 306864 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 3954 من قائدي المركبات، تبين إيجابية عدد 175 سائقا منهم. كما تم المرور على 63 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 227 من سائقي حافلات المدارس، تبين سلبيتهم جميعا. كما تم فحص 227 مركبة وتبين مخالفة 16 منها. كما تم رفع 339 سيارة و29 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية، تم ضبط 8678 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها عن ضبط 1351 مخالفة للأجهزة الصوتية وضبط 1752 مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط 3309 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص وضبط 3833 مخالفة ملصقات وضبط 42 محلا مخالفا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 524 قضية ومخالفة أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي،
ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 95,234 قضية ومخالفة لشروط التعاقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 80,378,975 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 283 قضية، من بينها 147 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات، وضبط 136 قضية في مجال جرائم المطبوعات. وفي مجال قضايا الأموال العامة ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 35 قضية بقيمة مالية بلغت 101,347,706 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1516 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 1,761,000,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 2,103,024 جنيها. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 451 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 113 طنا من المواد الغذائية وغير الغذائية. وتمكنت وزارة الداخلية من ضبط 36 طنا في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة، وضبط قرابة 77 طنا في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 707 قضايا، من بينها 102 قضية خبز ناقص الوزن و184 قضية خبز غير مطابق للمواصفات، فضلا عن ضبط قضيتين في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلية. أكد الرئيس العراقي برهم صالح الحاجة الملحة لعقد حوار وطني صادق حريص على مصلحة الوطن والمواطنين. وقال صالح إن الظرف الدقيق الذي يمر به العراق يستدعي من الجميع التزام التهدئة وتغليب لغة العقل والحوار وتقديم المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار. كما أشار الرئيس العراقي إلى أن الحوار المطلوب بين الفرقاء السياسيين يجب أن يبحث في جذور الأزمة التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية وإيجاد الحلول المطلوبة لتجاوزها. أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ضرورة أن تبدأ الكتل السياسية حوارا شاملا، مشيرا إلى أنه يجب التوقف عن لغة التخوين في العراق. لابد أن تجلس الكتل السياسية وتتحاور وتتفاهم من أجل العراق والعراقيين. ويجب الابتعاد عن لغة التخوين والإقصاء، ويجب التحلي بروح وطنية عالية جامعة. فألف يوم من الحوار الهادئ خير من اللحظة تسفك فيها نقطة دم عراقي. وأضاف الكاظمي أن حكومته سعت طوال العامين الماضيين لتفكيك الألغام السياسية، لافتا إلى أن الحل في العراق ممكن عبر تقديم التنازلات السياسية. سنتحمل المسؤولية وحاضرون لنفعل أي شيء من أجل العراق ودون تردد. المعضلة السياسية وحلها سياسي، والحل ممكن عبر الحوار الصادق البناء وتقديم التنازلات من أجل العراق والعراقيين. في العراق ما يكفي من العقلاء والرجال، ولكن حذاري حذاري من استمرار
التشنج السياسي حتى لا تنفجر ألغام سعينا طوال العامين الماضيين في تفكيكها بهدوء. كان متظاهرون عراقيون قد أعلنوا الاعتصام المفتوح داخل مقر مجلس النواب في بغداد، وذلك بعد اقتحامهم المقر الواقع بالمنطقة الخضراء احتجاجا على ترشيح شخصيات بعينها لرئاسة الوزراء. إلى ذلك كثفت قوات الأمن العراقية انتشارها في محيط المنطقة الخضراء والذي تم تحصينه بحواجز أسمنتية. هذا ودعت بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي إلى ضرورة تهدئة الأوضاع في البلاد من أجل مصلحة جميع العراقيين، مؤكدة أن التصعيد المستمر مقلق للغاية وأن أصوات العقل والحكمة ضرورية لمنع المزيد من العنف. من جهته أعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي تعليق جلسات البرلمان حتى إشعار آخر، كما دعا الحلبوسي قادة الكتل السياسية العراقية إلى لقاء وطني فاعل ومسؤول تكون مخرجاته من أجل الوطن وتغليب مصلحته على كل المصالح الحزبية والفئوية. ناشد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط جميع القوى السياسية العراقية للعمل على وأد الفتنة بسرعة ووقف منحنى التصعيد الذي قد يخرج بالأوضاع في البلاد عن السيطرة، وشدد أبو الغيط على أن خروج الأمور عن السيطرة لن يكون في مصلحة العراق ولا لصالح أي طرف. هذا ويتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية عن كثب مجريات الأزمة الجارية بالعراق. وإلى تطورات الأزمة الأوكرانية، حيث أعربت الخارجية الأمريكية عن أملها في أن تتمكن السفن الأولى لنقل الحبوب من مغادرة مواني أوكرانيا دون مزيد من التأخير. واعتبرت الخارجية الأمريكية أن استمرار روسيا في حظر الصادرات الغذائية الأوكرانية عن طريق البحر أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي العالمي، مؤكدة الحاجة إلى التنفيذ السريع لاتفاق نقل الحبوب الذي توسطت فيه الأمم المتحدة. قللت لاتفيا من قرار شركة غاز بروم الروسية بوقف صادرات الغاز إليها، معتبرة أنه لن يسفر عن شيء. وجاء ذلك بعد أن أعلنت شركة غاز بروم الروسية وقف إمداداتها من الغاز إلى لاتفيا واتهمتها بانتهاك شروط استيراد الغاز. وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من إعلان شركة لاتفيا غاز للطاقة أنها تشتري الغاز من روسيا وتدفع المقابل باليورو وليس بالروبل، كما تطلب غازبروم من المتعاملين معها. نددت أوكرانيا بالدعوات الروسية لإعدام مقتلي كتيبة أزوف. من جهتها قالت وزارة الدفاع الروسية إن الهجوم الصاروخي على مركز لاحتجاز الأسرى الأوكرانيين تم بقذائف أطلقت باستخدام نظام صواريخ مدفعية عالي الحركة من المعدات العسكرية الأمريكية. وحملت وزارة الدفاع الروسية الرئيس الأوكراني والولايات المتحدة مسؤولية الهجوم على مركز الاحتجاز. في غضون ذلك اعتبرت موسكو أن الهجوم يأتي بهدف منعها من الاستماع إلى شهادة عناصر الكتيبة. وكانت الولايات المتحدة قد طالبت أوكرانيا في وقت سابق بالتحقيق في مقتل أكثر من 50 أسيرا أوكرانيا في هجوم على مركز لاحتجاز الأسرى في منطقة دونتسك. أعلن الجيش الأوكراني تدمير 4 قواعد عسكرية و12 مستودعا للذخيرة في قصف على مواقع روسية جنوبي البلاد. وأوضح الجيش الأوكراني أنه قتل أكثر من 100 جندي روسي خلال قتال في منطقة خرسون محور الهجوم المضاد لكييف. وتشير تقديرات مسؤولي الدفاع والاستخبارات في بريطانيا إلى أن القوات الروسية تواجه متاعب في الحفاظ على زخمها، واستخدمت أوكرانيا أنظمة صواريخ بعيدة المدى حصلت عليها من الغرب لإلحاق أضرار جسيمة بثلاثة جسور عبر نهر دنيبرو في الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى عزل مدينة خرسون.
دخل نحو 5000 من سائق القطارات في بريطانيا إضرابا عن العمل في إطار حملة للضغط من أجل زيادة الأجور بعد أن بلغ معدل التضخم في البلاد أعلى مستوياته منذ 40 عاما. ويشمل الإضراب الذي تسبب بتعطل حركة القطارات وتنظمه نقابة سائق القطارات حوالي ربع شبكة السكك الحديدية في بريطانيا، وهو ثاني إضراب كبير من نوعه خلال الأسبوع، ويأتي ذلك في وقت أدى فيه ارتفاع التضخم وعدم تناسب زيادات الأجور إلى تفاقم التوترات العمالية في قطاعات بريطانية مختلفة، ومن بينها الخدمات البريدية والصحة والمدارس والمطارات والقضاء. صوت مجلس الشيوخ الفرنسي في قراءة أولى على مشروع قانون الطوارئ لدعم القوى الشرائية، وهو الجزء الأول من حزمة الإجراءات التي تهدف إلى معالجة التضخم الذي تجاوزت نسبته 6%. وأوضحت وسائل إعلام فرنسية أنه اعتبارا من الاثنين المقبل سيبدأ أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي تعديل الميزانية للعام الجاري، كما سيجتمع النواب وأعضاء مجلس الشيوخ في لجنة مشتركة لمحاولة الاتفاق على نسخة مشتركة من مشروع قانون القوة الشرائية. وقال وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير إن النص الأول من مشروع القانون يتعلق ب 20.7 مليار يورو، بينما يتضمن النص الثاني 44 مليار يورو من الاعتمادات، بينها 9.7 مليار يورو لتمويل إعادة تأميم شركة كهرباء فرنسا بالكامل. ونشرة التاسعة ما زالت متواصلة وتتابعون فيها. إسبانيا تسجل ثاني وفاة مرتبطة بجدر القردة في أوروبا، ونيويورك تعلن حالة الطوارئ. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن إصابته بفيروس كورونا، وأشار بايدن إلى أنه ليس لديه أي أعراض وسيعزل نفسه من أجل سلامة من حوله. وكان بيان لطبيب البيت الأبيض قد أكد أن اختبارات فيروس كورونا للرئيس الأمريكي جاءت إيجابية مجددا، وذلك على الرغم من عدم ظهور أي أعراض عليه، كما أنه يشعر بأنه على ما يرام تماما. وأضاف طبيب البيت الأبيض كيفن أوكنر أن بايدن الذي ثبتت إصابته بالمرض قبل 9 أيام سيواصل إجراءات العزل. أعلنت إسبانيا تسجيل ثاني حالة وفاة مرتبطة بجدر القردة بشكل يزيد المخاوف من المرض داخل الدولة الأوروبية، وفي ظل ارتفاع أعداد المصابين بفيروس جدر القردة بالولايات المتحدة، أعلنت نيويورك حالة الطوارئ بسبب الفيروس. حالة من القلق أصبحت تسيطر على عدد كبير من الدول حول العالم بسبب سرعة انتشار مرض جدر القردة، حيث تعالت أصوات القطاعات الطبية حول العالم المحذرة من المرض الجلدي. الولايات المتحدة الأمريكية تعد واحدة من الدول التي بدأت في اتخاذ العديد من الإجراءات العاجلة لمواجهة الفيروس الذي أصبح يشهد انتشاراً واسعاً، ما دفع ولاية نيويورك إلى إعلان حالة الطوارئ بسبب تزايد عدد الإصابات. وتعاني ولاية نيويورك الأمريكية وفقاً لما أعلنته حاكمة الولاية كاثي هوكول من ارتفاع ملحوظ بمعدلات الإصابة بمرض جدر القردة، حيث إن أكثر من حالة واحدة من بين كل 4 حالات إصابة بالمرض في الولايات المتحدة موجودة في عاصمة أمريكا الاقتصادية، لتعلن حالة الطوارئ لمواجهة الكوارث وتعزيز جهود مواجهة تفشي المرض. وفي أوروبا أعلنت إسبانيا بدء تسجيل حالات وفاة جراء الإصابة بجدر القردة لتصبح الأولى من نوعها في الاتحاد الأوروبي. الوضع لا يختلف كثيرا في البرازيل التي سجلت أيضا أول حالة وفاة بمرض جدر القردة لرجل يبلغ من العمر 41 عاما، وهو ما يؤكد أن التفشي الحالي يعد أكبر انتشار للفيروس. ورغم حالة الطوارئ العالمية، إلا أن جدر القردة ما زال يعتبر أقل خطورة ودرجة عدوى من الجدر الذي تم القضاء عليه في عام 1980، ولكن تشابه الأعراض الأولية مع أعراض الإنفلونزا هي ما تزيد من مخاطر هذا المرض، حيث إن الأعراض الأولى لجدر القردة هي الحمى والصداع وألام العضلات والظهر خلال 5 أيام، ثم يظهر الطفح الجلدي في وقت لاحق على الوجه وراحتي اليدين وباطن القدمين، متبوعاً ببقع وأخيراً قشور، وهو الأمر الذي يتطلب تكاتفاً عالمياً لمواجهة هذا المرض.
أعلن حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية أندي بيشر ارتفاع عدد من لقوا حتفهم جراء الفيضانات التي تجتاح شرقي الولاية إلى 17 شخصا. ويأتي ذلك بعد هطول غزير للأمطار التي غمرت مياهها المنازل واجتاحت الطرق وأدت إلى فيضان الأنهار بالولاية. في حصيلة قد تصل حد المروعة تتزايد أعداد الضحايا جراء أسوأ فيضانات في تاريخ ولاية كنتاكي الأمريكية، حيث لم يتوقف هطول الأمطار في الولاية الواقعة في وسط الولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن حالة كارثة طبيعية وأرسل تعزيزات فيدرالية لدعم المناطق المتضررة من العواصف والفيضانات والانهيارات الأرضية وانزلاقات التربة، كما تم تعبئة جميع خدمات الطوارئ المدعومة بتعزيزات من الولايات المجاورة لمساعدة الضحايا عبر تنفيذ عمليات إنقاذ جوي ومئات عمليات الإنقاذ بالقوارب. الأمطار الغزيرة حولت بعض الطرق إلى أنهار وأجبرت السكان على اللجوء إلى أسطح منازلهم أثناء انتظار المساعدة، وبقي آلاف الأشخاص في كنتاكي بلا كهرباء وماء، كما أقيمت الملاجئ في الكنائس وصالات الألعاب الرياضية وفي الحدائق العامة. حاكم الولاية أندي بشير رجح أن تكون حصيلة الفيضانات ضخمة، لافتا إلى أن المئات فقدوا كل شيء وسيتطلب الأمر عاما على الأقل لإعادة البناء. واعتبر حاكم الولاية أن هذه الفيضانات تأتي بعد أسوأ الأعاصير في تاريخ الولاية، ففي ديسمبر الماضي دمرت عشرات الأعاصير العنيفة خمس ولايات في وسط الولايات المتحدة الأمريكية ولا سيما ولاية كنتاكي، وأدت هذه الأعاصير إلى مقتل 79 شخصا على الأقل. مع الاحترار المناخي العالمي الناجم عن النشاط البشري، باتت الأجواء تحوي كميات أكبر من البخار، ما يزيد من خطر حصول فترات من الأمطار الغزيرة، وقد تتسبب هذه الأمطار إذا ما اقترنت بعوامل أخرى مرتبطة بالتخطيط العمراني بحصول الفيضانات. أعلنت وزارة الصحة إطلاق 6 قوافل طبية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأوضحت الوزارة أن القوافل تم إطلاقها في 6 محافظات هي سوهاج، القليوبية، أسيوط، المنوفية، البحيرة والفيوم. وأشارت إلى أن القوافل توفر الكشف الطبي والعلاج بالمجان في العديد من التخصصات الطبية، ومنها النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والبطنة والقلب وغيرها من التخصصات، فضلا عن خدمات الأشعة والتحاليل. أعلنت مؤسسة حياة كريمة في أسوان تلبية نداء المواطن فراج عبد العليم وأسرته بتوفير حياة كريمة لهم. وأشارت المؤسسة إلى تقديمها هدية عبارة عن تروسيكل للمواطن وأولاده للعمل عليه، بما يوفر مصدر دخل كريم يعينهم على الحياة. قال مشاهدينا مع أهم أنباء المال والأعمال وآية الكافوري. أهلا بك يا أهلا. شكرا صحة، شكرا إيمان، ونتحول إلى جولتنا الاقتصادية محليا وعالميا. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض مواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن فرض رسوم إضافية على المواطنين حال استخدام كارت ميزا لسداد المستحقات الحكومية إلكترونيا. وأكد المركز الإعلامي قيام المواطنين بسداد تكلفة الخدمة فقط دون أي رسوم إضافية، حيث تتحمل الدولة الرسوم المقررة نظير خدمة الدفع الإلكتروني من خلال ماكينات التحصيل، مشيرة إلى وجود متابعة دورية لأداء منظومة الدفع الإلكتروني بكافة محافظات الجمهورية للتأكد من انتظام العمل بها.
أكدت مصر حرصها على استمرار وزيادة التعاون مع برنامج الأغذية العالمية خلال الفترة القادمة لتعزيز قدرة الإدارة المحلية على تنفيذ المشروعات والتواصل مع المحافظات وتوفير احتياجات المواطنين والإشراف على منظومة التطوير المؤسسية. وخلال استقباله الممثل المقيم مدير مكتب برنامج الأغذية العالمية للأمم المتحدة بالقاهرة، أشار وزير التنمية المحلية محمود شعراوي إلى سعي الوزارة المستمر لبناء نظام محلي متطور وقادر على متابعة وتنفيذ التوجيهات الرئاسية ويعكس تطلعات المواطنين وتحسين رضاهم عن الخدمات المحلية المقدمة إليهم بمختلف المحافظات. وفي أسواق المعادن النفيسة ارتفعت أسعار الذهب مع تراجع الدولار وعوائد السندات ليصل المعدن الأصفر إلى 1766 دولارا للأوقية. أما محليا وعلى المستوى المحلي سجل عيار 18 نحو 871 جنيها، في حين لمس عيار 21 سعر وصل اليوم إلى 1016 جنيها، ووصل سعر عيار 24 اليوم إلى 1161 جنيها، في حين سجل الجنيه الذهب سعر وصل إلى 8128 جنيها. من أسواق المعادن النفيسة ننتقل إلى أسواق البترول العالمية، حيث ارتفعت أسعار النفط مع تحول الأنظار إلى اجتماع مجموعة أوبك بلس الأسبوع المقبل. وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 2.7% لتبلغ اليوم 110 دولارات وسنتا واحدا للبرميل، في حين أيضا ارتفعت خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.3% ووصل إلى 98 دولارا و62 سنتا للبرميل. في المقابل انخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة 2.31% ووصل السعر إلى 3 دولارات و53 سنتا للبرميل، في حين أيضا ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.17% ووصل السعر إلى 8 دولارات 23 سنتا لكل مليون وحدة حرارية. أظهر تقرير لشركة النفط النيجيرية المملوكة للدولة أن نيجيريا أنفقت 3 مليارات و800 مليون دولار على دعم الوقود في النصف الأول من العام، وراكمت عجزا بقيمة مليار و200 مليون دولار في تمويل مشروعات النفط والغاز. وكانت نيجيريا وهي أكبر منتج للنفط في أفريقيا قد أرجأت إلغاء دعم الوقود في يناير الماضي وسط ارتفاع التضخم في فترة تسبق الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل. هذا وتستورد نيجيريا جميع منتجاتها المكررة بسبب توقف المصافي المحلية منذ سنوات. انتهت جولتنا الاقتصادية مشاهدينا، عودة مرة أخرى إلى سحر ناجي وإمام منصور، إليكم. شكرا جزيلا لك يا آية. اكتشفت البعثة الأثرية الإيطالية البولندية المشتركة والعاملة بأحد المعابد بأبو غراب شمال أبو صير عن بقايا مبنى من الطوب اللبن أسفل المعبد. وتشير الدراسات المبدئية إلى أن المبنى ربما يكون أحد معابد الشمس الأربعة المفقودة من الأسرة الخامسة والمعروفة من خلال المصادر التاريخية والتي لم يتم الكشف عنها حتى الآن. والآن الأخبار الرياضية في هذه النشرة، نتحول فيها من جديد إلى آية كفوري، تفضلي آية. شكرا لكم. والآن محليا وعالميا نتعرف على أخبار الرياضة. تقام الآن على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر مباراة كرة القدم بين فريقي المقاولون العرب والأهلي ضمن الجولة 21 من بطولة الدوري الممتاز. ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة، فيما يحتل المقاولون المركز السادس عشر برصيد 24 نقطة. ويلتقي غدا في السادسة مساء منتخب مصر للشباب لكرة القدم مواليد 2003 مع نظيره المغربي ضمن منافسات الدور الربع النهائي لبطولة كأس العرب والمقامة حاليا بالسعودية. وعقد في مدينة أبها السعودية الاجتماع التنسيقي لمباراة الغد، حيث تم اعتماد قوائم وألوان المنتخبين وكافة الترتيبات الخاصة بالمباراة. وتقام البطولة في الفترة من 20 من يوليو حتى 6 من أغسطس، حيث تأهلت منتخبات مصر السعودية الأردن اليمن والجزائر وتونس والمغرب وفلسطين إلى الدور الربع النهائي.
اعتلى لاعب منتخب مصر الكاراتيه صدارة الترتيب العام في البطولة العربية المقامة بالصالة المغطاة لاستاد القاهرة الدولية، وانتزعت مصر الصدارة بإجمالي 15 ميدالية متنوعة بواقعي 7 ذهبيات و4 فضيات ومثلها برونزيات، متفوقة على الأردن الذي جاء في الوصافة بإجمالي 12 ميدالية متنوعة. وتستضيف مصر فعالية البطولة بمشاركة كل من الأردن والكويت والإمارات والسعودية وليبيا. توج فريق ليفربول بلقب الدرع الخيرية نسخة 2022 بعد الفوز على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف في لقاء أقيم على ملعب كينغ باور، وسجل أهداف ريدز ألكسندر أرنولد ومحمد صلاح وداروين نونيز، وبذلك حقق ليفربول البطولة للمرة 11. في المقابل ظل رصيد السيتي عند 6 مناسبات. حصل مشجع لنادي إيفرتون الإنجليزي كان يساعد اللاجئين الأوكرانيين على الحدود البولندية على فرصة لتنفيذ ركلة جزاء في مباراة ودية جمعت نادي إيفرتون ودينامو كييف استعدادا للموسم الجديد. وتلقى المشجع بول ستراتون تحية حارة من الجمهور والفريق في ملعب جودسون بارك عندما أضاف هدفا رابعا لم يحتسب في فوز النادي صاحب الأرض 3-0 على ضيفه الأوكراني من خلال ركلة الجزاء التي نفذها. انتهت أخبارنا الرياضية، عودة مرة أخرى إلى إيمان وسحر إليكم. شكرا لك يا كفوري. قالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم إن معرض الكتاب الخامس ببورسعيد يأتي استمرارا لسلسلة المعارض المتخصصة بالمحافظات. وأكدت الوزيرة الحرص على تواصل جهود نشر التنوير في مختلف ربوع الوطن من خلال إقامة أنشطة وفعاليات إبداعية متنوعة، لافتة إلى أن ذلك يعد من أدوات تحقيق العدالة الثقافية ودعم صناعة الكتاب والنشر، كما يمثل أحد الروافد المهمة لخطة بناء الإنسان وتنمية المجتمع. نجحت دار الأوبرا المصرية في التعاقد مع فرقة بالي مسرح إتوال الإيطالية التي تزور مصر لأول مرة لتقديم أحد أنجح عروضها بعنوان مصاص الدماء في القاهرة والإسكندرية. وتأسس مسرح إتوال للبالي في إيطاليا في سبتمبر من عام 2020 ويضم عارضي بالي محترفين من جنسيات مختلفة، ويعتبر مصاص الدماء من أنجح عروض الفرقة، وظهر للنور في إيطاليا في أكتوبر من عام 2021 وحقق نجاحا جماهيريا ضخما. عرضنا اليوم بعنوان مصاص الدماء، وهو من أجدد العروض التي سوف نقدمها اليوم على مسرح الأوبرا المصرية، والذي يجمع بين الأداء الفني الكلاسيكي والأعمال المعاصرة. سعيدة بالمشاركة مع فريقي في تقديم هذا العرض، وأعتقد أنها فرصة كبيرة لنا لتقديم عرضنا على واحد من أهم المسارح المصرية. أود أن أقول أنه من العظيم التواجد هنا بين الشعب المصري، وسعيد بالتعاون مع الأوبرا المصرية وهذا التعاون الجيد لتقديم واحد من أقوى عروضنا أمام الجمهور المصري. والآن مشاهدينا نتابع الأحوال الجوية. ومرة أخرى يا كفوري تفضل. شكرا لكم مجددا. والآن محليا وعالميا نتعرف على أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء، معتدل رطب ليلا على السواحل الشمالية. وهذه درجة الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظة الجمهورية، نبدأها من القاهرة العظمى 35، الصغرى 24، الإسكندرية 32-24، مطروح 32-23، وبورسعيد 33-25، الإسماعيلية 36-23. نذهب بعدها إلى إسويس العظمى 36، الصغرى 23، العريش 33-24، طوبة 36-27، شرم الشيخ 40-29، الغردقة 40-28. أيضا الأقصر العظمى 41، الصغرى 26، أسوان 42-27، الوادي الجديد 41-22، وشلاتين 41-26، وأخيرا حلايب العظمى 36 والصغرى 26.
أما مشاهدينا عن درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية نتابعها الآن. والآن مشاهدينا نتابع أبرز لقطة اليوم. وبهذه اللقطة انتهت نشرة التاسعة، وتبقى التذكير بالعناوين. الرئيس السيسي يستعرض المستجدات الإنشائية لمصنع منتجات الألبان ببرج العرب، ويوجه بالتدقيق في توفير كافة مكونات المصنع. مجلس أمناء الحوار الوطني يثمن قرارات الرئيس السيسي بالعفو عن بعض المحكوم عليهم، والقضايا والمحاور الاجتماعية تهيمن على فعالية الجلسة الثالثة. تواصل الاحتجاجات في المنطقة الخضراء ببغداد، ورئيس العراقي يؤكد الحاجة لعقد حوار صادق وحريص على مصلحة الوطن. ختام نشرتنا، لكن التاسعة متواصلة مع حضراتكم، مع يوسف الحسيني. اهلا بك يوسف. ازيك يا ايمان؟ ازيك يا صحر؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. عام هجري سعيد علينا جميعا. يا رب. قولوا امين. بإذن الله. أمين. وأن نظل مجتمعا متصالحا مع نفسه لا يفرق بين أحد، مفترض يعني، بس طبعا ده كلام ما يعجبش الدكتور مبروك عطيه. بالتوفيق يا يوسف في حلقتك، والحمد لله على السلامة. ربنا يسلمكم يا رب. ربنا يخليكم، ألف شكر. واستأذنكم نبدأ فقراتنا.